كنا بنلعب بارتيزان بلغراد وكان في المجموعه في الشامبيونز ليج كان مجموعتنا بارتيزان بلغراد وريال مدريد وبورتو بورتو ساعتها خدوا الشامبيونز ليج ودروكبا جاب جون في بارتيزان بلغراد كنت بلعب انا كنت جنبه اللي هو انا بصيت له خد الكره من نص الملعب كده وراح عامل تريب ويست كان تريب ويست بيلعب في الماتش سنتر باك التاني راح عامل لهم كده موقعهم هما الاثنين راح هو الجون من نص الملعب وراح حاططها كان بالنسبه لي كنت اول مره اشوف دروكبا بنظره مختلفه يعني عارف طبعا انه لعيب كويس جدا وشفت ده من اول يوم في التدريب لكن دي الفتره اللي دروكبا ابتدى يتوحش فيها